كما وري أثر شهيد الوجب الهاشمي موسوس في جو مهيب بمقبرة مسقط رأسه بدوار إغيل إيميلان بأعالي بلدية خراطة شرق ولاية بجاية. رسيم الدفن تمت بحضور السلطات العسكرية والمدنية والأمنية وجمع غفير من المواطنين. التغطية لرابح صايش. اللهم إنه في قبرك فزد له يا أرحم الراحمين في الرحمات. أعزي عائلة الفقيد الأول، لأنه في الحقيقة ولاية بجاية فقدت ثلاثة، ونقول لهذه العائلة الشريفة وهو الأب الذي معي اليوم، نقول له كلنا معكم نواسيكم قلبا وقالبا. إن شاء الله نرجع بهذه الساعة يعطينا الجنة خير الشهيد، يجعل ربي الجامع إن شاء الله يكبر سيسنا يسند برحمة سيسنا، هذه يجعل ربي البركة. هؤلاء العسكريين الذين يسهرون من أجل أمن وسلامة هذا الوطن، كما نترحم على هذا الروح، هذا الإنسان الذي نعرفه من هذه المنطقة، الإنسان المخلص لوطنه. وباسمي سنعزي العائلة 257 شهيد، ونعزي السلطات العسكرية والأمنية، ديوس ناسا، والله يرحم الشهداء.